أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. أصحاب رسول الله ما قرأوا كتابا، لكن دخلوا مدرسة القلوب، دخلوا في قلب رسول الله. كان رسول الله يحبهم من قلبه، فهم في قلبه وهو في قلوبهم، فتمازج القلوب والأرواح بمزاج الحب ورابطة الحب. إذا مزجت الشاي بالمي ما بتتغير كل مواصفات الماء، الماء ما عاد لونه لون الماء، ولا عاد طعمه طعم الماء، ولا عاد وصار فيه خواص الماء وازدادت فيه خواص أخرى، واسمه بتغير. لما بتقدموا لك إياه بالكاسة بيقول لك تشرب مي، لما تفضل كاسة شاي. فبهذا الحب وإدخال قلوبهم في مدرسة القلوب تغير منهم الاسم والخلق والعقل والفكر والقلب، وأوتوا العلم. أي علم؟ العلم اللدني من الله إلى قلوبهم على ألسنتهم وفي أعمالهم وأخلاقهم في كل ميادين الحياة. ما في الحياة الشخصية نجحوا في الحياة الدولية، في الحياة السياسية، في الحياة العسكرية. أنه الأمبراطورية اللي كان عمرها أكثر من 1000 سنة في معركة 6 أيام، وهي معركة اليرموك، بعدد 35,000 منهم و250,000 من الرومان، 6 أيام. أنه أمبراطورية الفرس، أمبراطورية الشرك والظلم والاستبداد، ب4 أيام في القادسية، 4 أيام. ففازوا في كل خطوات الحياة في العلم. منين هذا استمدوا من مدرسة القلوب. وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة.